ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الفريق ما يحب الشريك، بس نعمل فريق النهاردة ازاي بطريقة صحية. معايا الفريقة الدجاج لطيفة وجميلة. الفريق معانا اللي هو طبعا القمح الأخضر، معانا صدور فراخ، معانا بصل، ومعانا توم، معلقة فلفلة حلوة اللي هي الفلفلة الحمراء والهريسة بيسموها، ومعلقتين زيت زيتون، والمقادير على الشاشة لا تتعدى أصابع اليد العشرة، ولكن القيمة الغذائية تعلو قمة الهرم. حتى الفريق ظاهر على الشاشة عامل شبه الهرم في الشكل بتاعه، حلو قوي الهرم الكبير طبعا. تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل فريكة الدجاج حلوة. وتقدر تعمليها دجاج مفروم ودجاج صدور زي ما انت حابة، ولكن للأمانة فضلت أعملها بالدجاج الصدور عشان يبان الدجاج في قلب الفريك. تقدر تعمليها باللحمة المفرومة زي ما انت عايزة، باللحم مكعبات زي ما انت عايزة. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. معايا طاسة شديدة الحرارة على النار، ومعايا صدور الفراخ دي هاخدها أقطعها مكعبات صغيرة. حلو قوي. ولما انا اخترت صدور الفراخ اخترتها لانها طبعا هيلسي، لحم ابيض. حلو قوي. طبعا هنمسك الفراخ دي نقطعها كده مكعبات صغيره بالشكل ده كده. دايما لما تقطعي لحم فيليه او صدور يكون معاكي زي سطور كده، ده بيساعدك وبيخليك تتحكمي في حته اللحمه، تقطعيها بالاحجام اللي انت عايزاها اهو، او سكينه السلاح بتاعها عريض بالشكل ده كده. وده من مصروف البيت، تقدري توفري الحاجه دي. الشهر ده جبنه مسن، الشهر التاني جبنه ساتور زي ده كده، الشهر اللي بعديه جبنه اكسسوارات صغيره للمطبخ. الحاجات دي بتنفعك في المطبخ وبتساعدك انك انت تبدعي وتعملي حاجات جديده، قوالب كب كيك مختلفه، رسومات هندسيه. ادي الصدر الدجاج التاني. طبعا كميه الدجاج حسب عدد افراد الاسره. قطع كده الموزه بتاعت الدجاجه دي بحبها. لازم تمسكي السكينة بالمقبض اللي أنا ماسكه ده، تتحكمي فيها. إيدك كلها نازلة على إيد السكينة أو الساتور. ما تخليش صباعك أو الإبهام الأوسط يعني على سلاح السكينة. مع الوقت هيعمل مشاكل كبيرة أوي. فرصة وأنا بقطع حاجة زي دي كده بنشرح عملية التقطيع لأن دي مهمة جدا. خاصة للستات لما بيخشوا المطبخ. حلو أوي. هناخد الفلفل ده كده معايا، بصله زي دي كده، قطع شرايح ناعمه كده، اللهم صل على النبي. كوني حريصه وانت ماسكه السكينه، تفكريش في حاجة علشان ممكن تعوري نفسك. بقوا معانا بالشكل ده كده، ونحط عليهم التوم. حلو قوي. شوية الملح الحلوين. حلو. بهاراتك الحلوة بقى. معانا زيت وطاسة على النار، شوية بابريكا حلوين كده. الكركم مفيد جدا للجهاز الهضمي، والكبد بما ان احنا بنعمل اكل صحي. شويه كمون للفريك الحلو ده. الفريك يحب التوابل على فكره، ويحب القرفه. القرفه من الحاجات اللي هي حبيبه الفريك، عشان كده الحمام لما بنحشي الحمام فريك لازم نحط له قرفه. علل ولماذا؟ الفريك من البقوليات او من الحبوب بتاعت القمح الاخضر اللي لما بنيجي ناكلها بنحتاج لحاجه تخليها تساعد على الهضم وتضيع عملية التخزين بتاعة الفريك، لأن الفريك ده بيتخزن. هناخد اللحم ده أو الصدور دي كده نقلبها كده، يلا بينا. على فين؟ على فين يا مخرجنا؟ على النار، وربنا يكفينا شر النار.
الله، هو ده هو ده. كل دول في النار. حلو قوي. طبعا بنقعد نقلب في دولش كده شويه، ده مهم جدا لان انا بسبق الفريك بالطعم. ولكن قبل الفاصل بذكر حضراتكم ان كان معانا كوسه مشويه انا تبلتها واستغنيت عن دبس الرمان والطحينه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بص على الشهوه دي كده، بص 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 على الحلاوه اهو، دي صدور الفراخ. الله. نقف محطه هنا حلوه كده، نقدر نقول دي شاورما، نقدر نقول دي شاورما، بس ينقصها حاجتين، الزبادي والخل. زبادي وخل بقت شاورما. لازم الماده الحامضه، زبادي وخل. هنخلي دول على النار وتعالوا مع بعض نشوف الفراخ اخبارها ايه. لا لا لا، الصورة الحلوة دي ما تحرمنيش منها. ربنا ما يحرمك من زيارة النبي. اهو. شفت الحلاوة دي؟ شوف الجمال ده كده اهو، دي صدور فراخ. قطعناها عصافيري. مع بصل، مع فلفل، مع ثوم، مع شوية شقاوة، شوية حب، حطيناهم في زيت زيتون وعلى النار. حلو قوي. معانا فريك. وقال إيه؟ ما يحب الشريك. الفريك بقى من الحاجات اللي بتحتاج زي البرغل كده سوائل، بس السوائل بتاعته مكلفه. عايز شوربه لحمه كويسه، شوربه فراخ، البهريز اللي بيغلي قدامي ده عشان نقدر نطلع طعم وشقاوه الفريك. فريك بيطلع من القمح الاخضر او السبوله الخضراء، عكس البرغل بيطلع من القمح المستوي الصلب، برغل ناعم او خشن اللي بنستخدمه في الكبيبه او في التبوله. انما الفريك فريك، قمح اخضر حبه كامله، عشان كده قيمته الغذائيه عاليه جدا. بس لازم نعمله صح عشان ناكل منه معلقه واثنين وثلاثه لانه بيلكم. نقلب كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ الطعم هنا، الشقاوه هنا، خبرة الطهوية هنا، ازاي اخلي الفريك يشرب البهريز بتاع الفراخ بنفس المدرسة دي كده. حلو. عندي مية بتغلي، مش لازم شوربة. والله عندك شوربة لحمة في التلاجة أحسن مني، شوربة فراخ في التلاجة بيت أحسن مني، بس أنا بعمل أكل هيلسي فأنا عايز أضمن إن يكون مية مش شوربة دسمة. للأمانة. ننزل بالمية دي كده. الله. نسيبها بقى تستوي كلها مع بعضيها. فريكة الدجاج او فريكة بالدجاج، جذور الاكلة دي واصل الاكلة دي واسم الاكلة دي من المطبخ الشامي السوري او اللبناني. لما اقول المطبخ الشامي حاجة والمطبخ العربي حاجة. واكثر حد او اكتر حد بيستخدم البرغل والفريك، الفريك احنا طبعا المصريين شطار قوي في عمايل الحمام بالفريك. سيبها على النار كده تغلي وتبكبك. واستاذن حضراتكم ناخد بعضينا ونغطيها وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف كوسه مشويه بدبس الرمان والطحينه هيلسي بطريقه صحيه، وشفنا المقادير وشفنا الماتيريال بتاعنا مكوناته ايه، وعندنا فريكه بالدجاج بمدرسه المغازي لطيفه وجميله وصحيه. يعني مطبخنا النهارده بنسبه 99.9% اكل صحي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. حضراتكم دلوقتي عايزين تشوفوا ايه حكايه الفريكه والشيف هيقدمها ازاي. الطبق ده دايما لما بتيجي سيره الفريك، يا اما حمام محشي بالفريك يا اما فراخ محشيه، ولكن هي المدرسه واحد، فلازم نقدمه بشكل حلو، لوحه فنيه، لان الفريك يستاهل، قيمته الغذائيه تستاهل. فانا عايز اعمله طاجن اهو، شايفين البصل مع الثوم مع الدجاج. نعم يا غالي، ممكن، بيقول لي ممكن نستبدل صدور الفراخ بشرايح من اللحم. ممكن، ممكن نستبدل صدور الفراخ
بكبد فراخ او كبده ممكن، بس في الحاله دي استخدامنا للكبد سواء كبد فراخ او كبده كندوس، كبده جملي، كبده ضاني، لازم الفريك يستوي الاول. عكس الموضوع ده تماما. هناخد الفريك ده يا عم الشيف، وناخد الحلو ده والجمال ده نحطه هنا في الطاجن. الله الله. الاكله دي بهديها لكبار السن وصغار السن، كل افراد العائله لازم الكل ياكل منها. سريعه المضغ سريعه الهضم. حلو. عندي بقى من شويه الخضار الحلوين كده، اللهم صل على النبي، الفلفل ده كده، ونرسمها. الموضوع ده مطلوب عشان الأطفال اللي على السفرة بيحبوا الحاجات الحلوة دي على فكرة. عشان لما نقول له فريك أقول يعني إيه فريك؟ فلازم دور الأب والأم هنا نشرح لهم الفريك ده بيطلع من إيه؟ يعني من عجينة البيتزا في الأصل، قمح. بس الفرق بين القمح ده والقمح ده، ده أخضر مش بيستوي يعني لسه، بتاع السنبلة وهي خضرة، والتانية سنبلة مستوية. ده مطلوب على كل أسرة تعرف ولادها الفريك ده بيطلع من إيه ويحبوه. ثانيا أنا برسم الطاجن ده كده عشان الألوان الحلوة الأطفال بيحبوها وينجذبوا لها على السفرة. ده دوري. هناخد الطاجن الحلو ده يا عم الشيف زي ما هو كده في درجة حرارة 180. هنطلع الكوسة ونقدم الطاجن في درجة حرارة برضو 180 بالشكل ده كده. بصلي عليها كده، ايه الحلاوة والجمال ده؟ والصورة تسبق الحديث على شاشة القناة الأولى. حلو قوي. الفريك قال ايه؟ ما يحب الشريك. ولادك هيشوفوا الصورة الحلوة دي كده، الكل هيتساءل في الأول، متعودين يشوفوها مسقعة، اللي بيحبوا المسقعة متعودين يشوفوها صينية بالبطاطس، ولكن لما يكتشفوا إن هنا في حبوب كاملة من القمح الأخضر اللي هو الفريك، مع صدور فراخ مدرسة الشاورما، مع بصل، مع خبرة طهوية، مع شوية حب، بالتأكيد الطعم هيعجبهم.